السلام عليكم. مساء الخير في الاول سكي باون د لاغسيت لي كروفيت. حوايج الكسبر الدم طندوري الحمار الفلفل الفاتيان اكل الملح الكسبر اكل التيشيرت 150 غرام لي كروفيت قد الهريسه هاد القماشير هاد كاع واقي لي سي بيس هذا النوع لو نشط الحشيش ني نقد دي الشيرت هذا سنو طوماطاش الطبوات انا طمطة شنطة بواط اكل شوية الهريسة اللي حمل انتقارة حسيا من الهريسة اتخلطها يقوكا وده سرنو الزيت والزيت هذي يقلو يقوكا يقلو هذي غادي يقلو من بعد هذي كارا واقي هذي ثورا يتزايق ثورا هذي السميرة ونص الكاس كمان هذي يب من بعد ونكا كارا لي كروفات سيت با لاصوص ثورا كارا لي كروفات فهمتي أثنى تجغل بنت سريق سلمست حلوانت أنت أما بنت مبادة دوغ على غوصنت دونا غدارا لوغي يجي غادي يب 250 غرام لوغي غدا حتى غادي يب غادي يتوري تبا لوغي غادي يتوري با غادي يفغي يديرها مليح سيتي دا تواريم جيغاون لهنا بقى لخير أرسنا النعمة إن شاء الله.